هذا يسأل يقول: ما حكم الاستنابة في الحج أو العمرة؟ لا بأس بذلك إذا كان قد أدى الفرض الواجب عليه، يعني أدى فرض الحج وأدى كذلك وجوب العمرة، فهذا إذا أداهما ثم بعد ذلك أناب غيره في أن يحج عنه حج تنفل أو كذلك عمرة، فلا يظهر بأس في ذلك إن شاء الله.